يعطيكم العافية. الدرس هذا إن شاء الله راح نحكي فيه عن المالتي تراك زي ما حكينا في أول درس. كيف أنا ممكن أبدأ؟ هي تقول من هنا بضغط بالزر اليمين نيو، بقول له بدي مالتي تراك سيشن، تمام. بيجي بقول لي هنا نسميه، هيا خلينا نسميه بي تي سي 2، تمام. اتس اوكي. بقول لك في اسم زي هيك، قول له ماشي يس، سمي فوقيه، معلش مش خلاف. المهم لك لو انت شفته، هيت عندي هنا تراك واحد، تراك اثنين، تراك ثلاثة. ايش الفايدة من التراكات هاي؟ هاي انا ممكن اجيب هنا صوت وهنا صوت وهنا صوت، اركبهم كلهم مع بعض، ادمجهم بصوت واحد. خلينا نشوف كيف. هيدا اضغط ضغطتين هنا عشان اجيب الاصوات. هيدا اجيب مثلا صورة العصر، صوت الشيخ عبد الرشيد صوفي، وصورة العصر لماهر المعيقلي، بدي اجيب صوت المطر كمان، تمام. هيا في صوت كمان بيرد طيور، نقول له اوبن. هيا جاب لي اياهن كلياتهن. مثلا خلينا نيجي نحكي مثلا ناخذ شويه من صوت ناخذ شويه مثلا من صوره العصر، من صوت ماهر المعيقلي، وشويه من صوت عبد الرشيد صوفي، تمام. بس تاخذ وقت في المعالجه. تمام هالوقت خليني ازيح اسحب مع الازاحة. لو انتو شايفين هان هاي بالمسطرة هيك بيمشي، ولو ضلوا ماشي حيخش على الصوت التاني معاه. خشن الاصوات على بعض. هالوقت احنا بيجي دور شغلنا. مثلا انا قلت بسم الله الرحمن الرحيم، بدي اخدها من مين؟ من الشيخ ماهر. ها بدي اشيلها، طبعا على حرف السي. بقطع حرف الفي زي ما قلنا، بحرك زي اللي في البريمير، حرف الفي بسحب زي ما قلنا في البريمير. هي اخذت بس عقب بسم الله الرحمن الرحيم، وجدت على الصوت هنا. انا اخذت صوت من هنا وصوت من هنا وجمعتهن مع بعض. طب برضو بدي صوت مثلا في الخلفية مثلا، طبعا هيت برضو مع الالت، او حتى بالالت هنا لازم توسع، غير عن التراك الواحد لحاله، لازم التراك الواحد لحاله من غير الت، بس دحول الماوس في التراكات هنا هيت مع الالت. طيب في عندي ميزات برضو هنا. هنا بقول له هيت مثلا اسم التراك تعص عليه، بيجي بقول لك ايش مثلا هيت هنا ايش المعيقلي، تقدر تغير الاسم المعيقلي، تمام. تقدر تغير اسم اللي بدك اياه، تقدر حتى من هان تلعب في الصوت، تمام. هيات وط الصوت شوي زي ما انت بتلعب، عملنا سالب خمسة هياته زي ما انت شايف. ايش ممكن كمان؟ ايش ممكن مثلا نعمل كمان على الاشياء هاي؟ في عندي خلينا نضيف بس صوت مثلا، ايش في عندي اصوات هنا، هنجرب هذا الصوت. هاي الصوت هذا جاي عليهم كل هيتهم، لو انتم ملاحظين بدأ يحكي خش على الصوت الثاني، وفي تحت صوت زي خلفية موسيقية صوت العصافير، لكن هذا الصوت عالي كتير وفي تشويشة. كيف انا بدي اقلل الصوت كله مره واحده؟ طلع كيف في هنا حز اصفر بضغط عليه، بقدر انا اسحبه ضغطه واحده بس، مينفعش اكتر، ضغطه واحده بعدين بتنزل. هيك هالوقت هيته وطي. خلينا نشوف كيف الصوت مع صوت العصافير اللي ورا. تمام. طيب هالوقت انا لو مثلا عند صوت العصافير بدي اعمل شغله، خلينا أعص أوسع الشغل، تمام. لو أنا الزر الحز الأصفر هذا ضغط عليه ضغطة واحدة بيجي لي الزائد، طلعوا كيف عمل لي نقطة. لو أجيت كمان هنا مثلا ضفت كمان نقطة، ها قلت له انسحبتها لتحت، بروح ايش بطلع لي في الصوت طلوع،
قول لي الصوت هنا بيبدأ صوته خافت وبطلع طلوع، خلينا نشوف كيف. طيب نعمل كنترول زد، نرجع نعمل هذا الاشي وين هيات الصفار هان، فنعمله في صوت العصافير، كأنه صوت العصافير بدأ يطلع طلوع على ايش، على صوت القرآن. تمام، هيك بنقدر نلعب في الصوت، نعليه نوطيه، ندخله مثلا من ولا اشي، من صفر خليه يعلى ويخش على الصوت الثاني، وبقدر انا امسك من هنا شايفين اعمل حز، واجي كمان بدي انزل هذا وانزل هذا معاه واعمله كله على خط، على نفس الخط. تمام، هنشوف هنا مثلا. تمام، هيك خشن الاصوات على بعض، وهيك عملنا ملت تراك عشان بالاخر ايش نجمعهم كلهم مع بعض. في شغلة هان مهمة، هي حرف الام اللي هو الميوت، يعني انا بدي اطفي، يعني ها عصيت ميوت عقبال هاي، طبعا كل واحدة الها اعدادات هيات، لو انتم ملاحظين هيات عصيت هنا ميوت، ما ظهر ليش صوت بسم الله الرحمن الرحيم تبعت المعيقلي، لكن لو انا عصيت حرف الاس تمام بجيب لي بس المعيقلي وبشيل لي الباقي. تمام، لو انت لاحظت حتعملهم باللون الرمادي، ها بدي اشيلها خلاص برجع هيك كل اشي. تمام، في هنا الافكت شغلة مهمة، هيات اجيت عصيت هنا على الافكت، وهيات الخيارات اللي احنا شفناها قبل شوي في فيديو الافكت، انا كيف هنا ممكن انا اضيف افكتات. تمام، هيات اجي اقول له مثلا خلينا نشوف اي فلتر هنا، هاي تبع نفسه تبع الصوت هنا بتلعب فيه، خلينا نشوف ايش صار. هي ضفنا كمان هنا ايش افكت على الصوت هذا، بتقدر تضيف على كل واحد بواحد. تمام، تعمل له ايش، هي تسحب بتشوف هنا الافكتات وتلعب فيها. طبعا زي ما احنا قلنا قبل، بتيجي هنا اديت افكت بيجيب لك الخيارات، تقعد تعلي وتوطي فيها وتظبط في الافكت اللي بدك اياه، بدك تطفيه تشيله هي ريموف. تمام، هيك احنا تقريبا يعني شملنا كل اشي في التراكينج، ولو انتم ملاحظين هو يعني عشان يميز لكم الشغل عملكم كل واحد بلون. تمام، هيت هاد مثلا هيت باللون البنفسجي، هاي باللون الاخضر عشان يميز لك كل صوت عن التاني. تعلمنا طبعا كيف نوطي ونعلي الصوت، هاي شغلة مهمة، كيف اضافة النقاط على الخط الاصفر. هالوقت انا لو انا مثلا شغال في الصوت هذا بدي اشتغل فيه لحاله، بضغط عليه ضغطتين بفتح لي اياه لحال. تمام، بجي هنا والله بلاقيها هلك عالي، هيك بجي هيك بوطيه بعمل له كنترول اس هيك حفظ، لو بدي ارجع انا للتراك تمام بلاقيه وطي هان، فانا التعديل اللي بعمله داخل الملف بلاقيه ايش في التراكينج في المالتي تراك. تمام، 100% هاي الشغلة برضو مهمة. في عندي هنا مثلا كمان أمر اللي هو أنا مثلا واقف هنا في الصوت، خلينا نقف عند آية مثلا، بدي أجي أقف هنا مثلا بدي أقص، طلع هنا سبليت، هذا إيش بتقطع لي التراك، طلع كيف صار جزئين. انا مثلا ايش بدي اعمل هنا، بدي اجي مثلا واجيب مثلا قطع من الصوت هذا تاع العصفور، اجي اقصه من هنا مثلا واجي اجيبه هنا، هو هيك دخلهم في بعض، بس هو فعليا في شيء شيء، شوفوا شو بده يصير، يعني انت بتقدر تلعب فيش برضه في التراكات، تقصقصها وتبعت تعمل مسافات بيناتها وتدخل في النص مثلا هنا صوت تاني وتعمل اللي انت بدك اياه، ممكن تجيب صوت افكتات من اليوتيوب تنزلها، صوت مثلا الازاحة، صوت الورقة، صوت ريح، صوت هواء، صوت مطر، وتضيفه في المنطقة هاي. المهم بعد ما احنا اشتغلنا كل الشغل هذا، طيب كيف انا بدي اجمعه؟
كيف انا بدي اصدره صوت واحد شقفة واحدة. في حاجة هنا مهمة خلينا نشوفها، من فايل اكسبورت، تمام، اللي هي ايش؟ مالتي تراك ميكس داون. تيجي بتقول له ايش الانتيريال سيكشن، اللي هو السيشن هذا، هيت هنا اسمه، بيقول لك وين بدك تحفظه، في اي مكان. انا قايل له في الديكومنت هنا اهم شيء اللي هو الامتداد، خلينا نحفظه ام بي 3. تمام، انا بدي اجي احفظه مثلا في الداونلود، خليني في الميوزك سيف، قول له اوكي، هيت بيعمل لي ريندر قاعد للملف، هيعمل لي اياه هالوقت ايش شقفه واحده. نيجي هنا نشوف، هيت لو انتم ناقصين تمام بيجي مع البي كي اف، هذا دائما بيجي مع الملف، خلينا احنا في هذا. لا هذا ملف تاني، هيئة الميكس داون. هيئة صوت الافكت عليه، صوت العصافير طلع، صوت الشيخ كمان التاني. هيك تمام، هيك بنكون خلصنا تقريبا البرنامج بالكامل، واهم اشي اللي هو قصة الافكت والمالتي تراك، ويعطيكم الف عافية.